السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا الكربون. يوجد الكربون بأشكال ومواقع متعددة في الأرض والغلاف الجوي والكائنات الحية، وتحتوي الجزيئات الرئيسية التي تشكل أجسادنا مثل البروتينات والكربوهيدرات والحمض النووي على الكربون كعنصر رئيسي. ويوجد الكربون بوفرة في الغلاف الجوي على شكل ثاني أكسيد كربون، وهو محاصر أيضا داخل الأرض على شكل وقود أحفوري. ويوجد الكربون في جزء غير الحي من الغلاف المائي والغلاف الجوي والغلاف الأرض. تعريف دورة الكربون. يمكن تعريف دورة الكربون بأنها العملية التي ينتقل بها الكربون مثل الغلاف الجوي إلى الكائنات الحية، ثم إلى الأرض، ثم إلى الغلاف الجوي مرة أخرى، حيث تعد كمية الكربون ثابتة على الأرض وفي الغلاف الجوي، ويعود الكربون إلى الغلاف الجوي والغلاف المائي. التمثيل الضوئي. تستطيع النباتات صنع مركبات السكر باستخدام عدد قليل من المكونات البسيطة مثل الماء والطاقة الشمسية، ومن خلال التمثيل الضوئي لإنتاج الجلوكوز. وتلعب الطحالب والنباتات الخضراء الأرضية دورا رئيسيا في تثبيت ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التمثيل الضوئي، والتي يتم من خلالها تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى كربوهيدرات بسيطة.